شخص من طفولته إذا يقرر يعمل شيء يعتمد على نفسه دائما ردة فعل المحيطين به ما تقدر ولازم أحد يساعدك توقع الحاجة تكون يأس إحباط استقبل مجهول تحت عيوني على الدنيا وأنا مصاب بشلل غضروف سفلي نتيجة حقنة خاطئة أجروا لي عدة عمليات تحسنا قليل الإنسان من يوقع مأزق يبرز شخص بحياته ياخذ بيده ويسنده ويكون أكبر داعم له ويحاول يساعده حتى تمر الأزمات أنا كانت عائلتي أبويا وأخوتي ماما كان لها دور خاص ساعدني وفر احتياجاتي وتاخذني المدرسة راح دي المدرسة فاليوم جو مطر وأنا على ظهر ماما ودا تمشي هي وتعثرت ورحنا اثنينتنا نص الطين قمت أمشي ورفضت أروح ماما كانت مصرة كلش وشجاعة عالجت الموقف في نفس اللحظة رجعتني على المدرسة ودخلت على الصف ومن يومها ما تخربت على دروسي طفولتي كان عندي طموح إنه ألعب ويا الأطفال وشاركهم كل ألعابهم بس هذا كان تحدي لي الأطفال نفسهم يسألوني سؤال تقدر وكان لازم ألعب معهم حتى أثبت لنفسي أولا إنه أنا أقدر وحتى أطلع من الفرصة وفوقتها العربانة ما تقعد مكسورة وما كان عندي أي وسيلة تنقل فكان لازم أسحف على رجلي وأشاركهم ومن يريد لعبهم قوة أقول لهم أوكي أنا أصير حارس مرمى ونلعب كان أهم شيء أكون ضمن الفريق وأختار المكان المناسب في يوم من الأيام زار مدرستي طبيب كان عنده جولة ميدانية وأكيد هذا طبيب ومهنته إنسانية وراح يقدم لي مساعدة وينظر لي من باب الإنسانية ويوفر لي وسيلة لا كانت هاي أول صدمة بحياتي مشان يلعب ويا الأولاد مباشرة كلموا إلى الإدارة قال موجود هذا الطفل من هاد التلاميذ هيأثر على حالته النفسية حولني على لجنة طبية حتى تحدد أهليتي إنه أرجع ولا ما أرجع طبعا هو بوقتها ما فكر إنه أنا إذا أرجع البيت وبطل راح أحس بعقدي تمام يضيع مستقبلي ثاني يوم الوالد أخذني على دائرة الصحة حتى ناخذ موافقة من لجنة طبية ضل موقف بالي أحد الأطباء اللي استقبلنا قال روح قول لهذا الطبيب الأستاذ الفلاني اللي درسك وتعب عليك وخرجك إيش كانت وضعيته؟ طبعا ضلت ببالي أستاذ جامعي حالتي طبعا مسألة التقارير الطبية ظلت معايا مسيرتي وحياتي لحد اليوم وكان دائما عبارة هل أنت تقدر تسبق أي قرار أنا أتخذه إذا أنت أعتمد على نفسي ومع الأسف من يقول هذه العبارة ينظرون جسدي ما يباعون على طموحي هي كان طموح داخلي بس فاليوم كالعادة ماني بالأول ابتدائي ماما تساعدني تريد تسبحني بالحمام اتخذت قرار مفصلي أنا لازم أقوم بهذا الدور بنفسي بدون مساعدة ماما رغم ماما كانت مصرة واهتمامة بيا بنعم وماما أنا أقدر وكان هذاك اليوم بداية لي أنه أنا أصير شخص عصامي وأبدأ أواجه تحديات الحياة بنفسي حتى إن فشلت يكفي أحاول مسألة تنقل وسائل التنقل كانت دائما أعاني منها فبالابتدائية أنا وأخوي ابتكرنا أو حورنا هذا الصندوق خلينا بطيارات حتى نتنقل به صحيح ما مناسبة كلش بس تفيد الغرض في مرحلة أخرى حورنا هذا البايسيكل بالمتوسطة جدي توفى متحبة كثير ولأن ما كان عندي وسيلة مساعدة فما قدرت أحضر الجنازة مالتها حزنت كثير وحسيت بالوحدة فضيت أكثر من يوم وحدي
فكرت بش صار عندي نقطة تحول. أنا عندي أمل إنه راح أمشي الدنيا وراح أتعالج. بس كيف أعيش على هذا الأمل؟ لازم يصير شيء. فكرت إنه أنا لازم أبني حياتي على أساس إنه حالياً ما أبو علاج. أوكي. ولازم أنا أنجح وأنجح. لازم أصير رقم مميز. وأنا بهالحالة. وإذا تعالجت بالمستقبل زاد الخير خيرين. بس الطريق لهذا الشيء كان إنه أنا لازم أتحدى نفسي وأتفوق بمجال الدراسة. خلصت إعدادية، نجحت التفوق، معدل جيد جدا، يأهلني أدخل أي تخصص. اختاريت قسم المحاسبة إلى أمني، حبيته. وهذا القرار دخولي الجامعة ولد نوع من الانقسام بالعائلة. الوالد يخاف علي إنه تعرض لصدمة نفسية. وتنقل من مدينة إلى مدينة. الوالدة جديد أريد أستمر وأكمل. أكو طموح أنا حددته. استمر. دخلت على الجامعة. أول يوم بالجامعة. بنايات كبيرة. مجتمع مختلط. الصدمة. قاعدة دراسية مادي طابق الرابع. البناية ما بيها مصعد. هذا اللي كان يخاف من الوالد. نص ساعة أنا وصفه. طموحي هنا أرجع. لا أكمل. حكينا ويا القسم. خلوني الطابق الأول يا ما كان عندهم قاعد بالطابق الأرضي. الخوف الداخلي. المحيطين اللي شلون راح ينظروا لي؟ استغراب، عطف، منتزه بالشفقة. طبعا هاي النظرة اي انسان يباوع الشخص من ذوي احتياجات خاصة. اوكي مهما كانت النظرة انا اوكي مو راح ما راح اهتم، وانما انا جاي عندي تحدي ما جاي عندي استعراف. يشد مسيرة دراسية. الواقع بالشكل. زملائي مذهولين من شخصية اوراس. اصراره، حضوره، التزام المحاضرات. صار اوراس ينتظروا بعض الطلاب والطالبات حتى يجي يشرح المادة ويسهل المواد المعقدة. صار يحرصون على التعاون ويا أوراس إلى درجة إنه مرات تصنج من المحاضرة وحدة تتنسخ. وأكثر من هذا صار التعاون معايا بحيث أنا للمحاضرة ومحاضرة أنزل للساحة للكافتيريا وأرجع حالي حالي. مرحلة الجامعة كانت مرحلة جدا مؤثرة في حياتي، خلتني أتعلق الحرم الجامعي مدينة مصر. مرحلة ممتزجة بأحداث مواقف، لكن صحيح هذيك المرحلة خسرت أخويا وقتل بسبب عائلة وأصدقائي واسم ما أنسى لي. تخرجنا، حفلة كانت في القاعة. اشتغلت شغلة حرة فترة وجاني بالصدفة تعيين حكومي كموظف جامعي. بعد ما توظفت الإنسان لازم يستقر، فكان لازم أو وضعي حط عليه من الزوج زواج تقليدي. وراس عنده قلب هو سيموف قلبي حلو بقدر يخلي الآخرين يحبون. كانت هنا صدمة تجربة من نوع آخر. بنات يحبون يحبون بس مشروع الزواج مرفوض. زين خلاص يدخل استقرار ما خلاص وقت الحياة. لا حب مرة ومرتين وثلاثة. مثل ما كنت أوقع مرة ومرتين وثلاثة وقوم وانجح وتفوق وتميز إلى أن خطفت قلب وردة من معشيقة ياسمين. ياسمين قصة حب تحمل كل معاني التضحية والحب والعشق والصمود والإخلاص. قررنا الخطب. توقعون حياة والدي لهالدرجة؟ جت 2014 إجى السير الأسود. أخذ مبانينا ومدننا وأخذ أحلامنا وألبوم صورنا وذكرياتنا. نزحنا والعالم كله تفكر بالهجرة. أخوتي هاجروا، مو بس هاجروا يريدوا يسهلون الطريق لي حتى أنا أهاجر معهم. بس هنا أنا وياسمين مقررين نستقر في بلد هو أصلاً ما مستقر. كلل حبنا بالزواج بعد قصة 3 سنين. قصة حب 3 سنين.
بعد 3 سنين. وهنا جتني فرصة أهاجر، بس هنا لا أكون يعزز قراري. ياسمين التزمت معايا وصارت سند آخر لي مثل أبوي وأمي وأخوتي. مرت الأيام وانتبشعت الغمة، اتحررت العراق ومدينتي من دنس داعش. تتوقعون أوراس قرر بهالمرحلة؟ في وقت كان أغلب أهل مدينة الموصل مترددين رجعون للمدينة مزقة الحرب. أنا هنا مو بس رجعت بعشقة، لا رجعت للموصل كل إصرار وطموح لها. أول يوم طبيت على المدينة، ما هي المدينة اللي أنا أعرفها؟ على أقل الدمار اللي موجود بي واللي عزز هاي الصورة عندي. دخلت على الجامعة، حتى كليتي ما ميزتها، بمباني مهدمة ومحروقة. استأنفت الدراسة هالمرة كطالب دراسات عليا، طموحي. عندي نقطة سابقة أكملها، فا أوكي رجعت على الدوام. مدينة الموصل رغم الحرب اللي مزقتها، لكن هم ناسها نفسهم، نفسهم اللي روعوا لي بنظرة الذهول والإعجاب والدعم، هم كانوا نفسهم. ومثل ما أكو ناس كانت تفرش في الطريق عقبات وشوار، كان غير ناس يحاولون يرسمون حياتي صورة حلوة. بالدراسات عانيت بمشكلة إنه هالمرة درجاتي تعبانة، ما تأهلني أول مرحلة. فتت على رئيس القسم دكتور لقمان الدباغ، نصحني دكتور، قال لي أوراس يعني رابدك معجزة إلهية، ما تنجح ارجع على بيتك وكمل حياتك. وتحدي وما لازم طلعت دمع على عيوني، بس أنا الحموسي ما بشي اسمه مستحيل. لا قلت ترتيب أوراقي، حصنت نفسي، دخلت بقوة على الامتحانات وسحبت كل المواد الكورسين، نجحت التفوق. فتت داخل النتيجة دكتور لقمان، أوراس أنت حققت معجزة، وهذا الشيء هو حققته مستحيل. حاليا النجاح عندي صار له طعم آخر. أنا قدمت مشروع راح أسلمه، خلال فترة راح أناقش. هالمرة استهدفت أسهل أمور المجتمع العراقي، تحديدا استهدفت شريحتي ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مشروع تفعيل تطبيقات حكومة إلكترونية عبر تفعيل وسيلة للدفع الإلكتروني. إن شاء الله راح تتطبق حتى أساعد شريحتي. راح أقدم شيء ما له علاقة هذا الكرسي، التفوق والإعاقة ما مرتبط، لا تمشي على رجليك ولا على الكرسي. التفوق والإعاقة هنا، إذا أنت ما مؤمن بنفسك هاي أكبر إعاقة، وإذا أنت بأسوأ ظروفك تقدر تخدم المحيطين هذا تفوق. من تزوجت زوجتي دعمتوها، كانت مبطلة مدرسة رجعتوها، استأنفت دراستها خارجي، كملت واستدعت عمل إلى أن توصل لطموحها. خلي تعتمد على نفسها ولا تعتمد عليها، ما يأسف وما وقفت عند أي تحدي. كل كلمة سلبية وإيجابية، كل عثرة حولتها إلى دافع للتحدي. ما انضرر أحد، أنا اللي حددت طموحي وأنا اللي حددت المكان اللي راح أنطلق منه. نجحت؟ لا بس نجحت، شاركت في نجاح الآخرين فعلا. مثل ما قلت أنا على أمل أنه راح أمشي، مشيت فعلا بالدنيا بس بدون رجلين. لأن كانت العلاج كان وين؟ وعبارة عن نقطة تحول بالتفكير. هالحياة علمتني عبارة إنه أنت إذا كنت في أسوأ الظروف ممكن الكون كله يتجسد دعم لك، إذا أنت كنت إنسان مؤمن بذاتك وكنت أنت الأول والأخير تدعم نفسك. وقفت اليوم هنا، يهمني جدا أسلط جزء من الضوء عن أكثر شريحة غير ملعونة ومهمشة،
واحنا ذوي احتياجات خاصه لو نحصل 5% من الفرص اللي حصلوها اي شاب عادي كان تشوفون 1000 واحد احسن بعد من اوراس. هاي قصتي، اشكركم.